توقعات معدل التضخم ما بين الدول النامية والدول الغنية. طبعا احنا من ضمن التداعيات السلبية للي بيحصل في الدول السياسات دي هي ارتفاع معدل التضخم. يعني ايه معدل التضخم؟ هو ارتفاع في المستوى العام للأسعار خلال فترة زمنية، ما يكونش ربع سنة يعني، تمام، لفترة معينة، ولكن ارتفاع في المستوى العام كل شيء. معدل التضخم بيكون من سلة من الأسعار وليس سلعة واحدة. سلة بمعنى إيه؟ وحضرتك لو تراجعوا المؤشر اللي بتنزله تركيا كل شهر، ده معدل التضخم، هتقول لك إيه؟ وكان سبب في ارتفاع معدل التضخم في الشهر ده مثلا سبتمبر اللي فات ده شهر 9 هو سلة المواد الغذائية. بس المواد الغذائية لها وزن جوه المعادلة، يبقى هي معادلة فيها مواد غذائية ده على جنب، فيها طاقة على جنب، فيها مواصلات على جنب، فيها سكن على جنب، فمكون من كل ده، تمام؟ فكل واحد من دول واخد ايه؟ وزن نسبي. فممكن يكون السكن مستقر، رحمكم الله، ممكن السكن يكون ايه؟ مستقر، وممكن البترول يكون مستقر بس الغذاء زاد فيرفع معدل التضخم وهكذا. عشان كده اللي بيحلل يعني الناس بتاخد المعدل كله على بعضه كتلة على بعضيها كده، تمام؟ بس في امور يعني الى في دوله مثلا، انا برجع تاني لمصر، معلش برجع كتير، في دوله زي مصر احنا معظم السكن ليس زي تركيا، مش سكن كله ايجار بالشهر، لا لا، احنا كلنا يا اما نملك شقوقنا، تمام، يا اما تمليك، يا اما ايجار قديم، تمام، ايجار قديم اللي هو غير منتهي يعني توقف سعره عند الايجار، تمام. يعني هتلاقيه دلوقتي مثلا الشقه ايجار جديد ب 15000، انا كنت واخدها ب 200 جنيه مثلا، وفي واحد ناس لسه واخدها ب 10 جنيه مثلا، تمام، اللي هي ما يجيش اي حاجه في اي حاجه، تمام. فبالتالي السكن في مصر وزن السكن لا يمثل اهميه بالنسبه، تمام، ما بيتحركش اصلا، الوزن النسبي في المعادله ما بيتحركش السكن اصلا بالنسبه لمعظم المصريين، يمكن بعض سكان القاهره الى حد ما ساكنين في حاجه اسمها ايجار جديد اللي هو زي تركيا كده، ده اسمه ايجار جديد، اما احنا عندنا قديم قديم قوي، يعني في ناس واخدين شقه بقى 70 80 سنه والايجار 2 جنيه و5 جنيه و4 جنيه و20 جنيه وحاجات زي كده، محدش عارف يعمل لهم حل لان العقد كان كده، عقد مؤبد يعني، تمام. فالسكن لا يمثل اهميه. فانا واحد في وانا في مصر كنت ببص على طول على سيره السلع الغذائيه مش سيره السكن. هنا في تركيا لا، كله مؤثر. انا بس بقول لحضرتك ان انت نفس الشخص، اصل هو دايما الجماعه اللي بيطلعوا في الاعلام يعني يقول لك ايه، بص بيقول تركيا، بص بيقول مصر، يا جماعه كل دوله ولها ظروف ولها شكل ولها اساليب في التحليل ولها ظروفها الداخليه، زي ما بقول لحضرتك ده مثال واضح جدا، هناك الاكل هو المهم، تمام، لان معظم السكان تحت خط الفقر، فاحنا بنتكلم في الاكل، وتاني حاجه بعد الاكل المواصلات، وتالت حاجه التعليم، يعني من مصريين كده عندهم، والتعليم قد يرتقي قبل المواصلات كمان، يعني الناس، انا كان عندي طلاب في الكليه بيمشوا مسافات طويله جدا عشان يجوا الجامعه، مع اني كنت شايف ان الجامعه ديت مكان سيء جدا للتعليم، يعني انا نفسي لو قالوا لي روح المشوار ده والله عمر ما رايح عشان اسمع نفسي حتى، تمام، مستحيل، بس كان بيمشي ساعات، يعني حاجه غريبه جدا عشان يوفر، كان ساعتها ايام مبارك كانت ببلاش يعني، تمام. فالفكره ان انت الوزن ده بيختلف من دوله الى اخرى ومن شكل الى ايه؟ من شكل الى اخر. عموما الشكل العام بقى في الدول الغنيه والدول الفقيره، هتلاقي الدول الغنيه معدل التضخم اللي مصدعنا بيه بقى من ساعه كورونا لغايه دلوقتي ما جابش 10%. تمام؟ يوم ما خط 11% في المانيا وفي ايطاليا كانوا عاملين ناقص يعني تزفهم وكالات الانباء، 11% 11%. تعالي بقى تلاقي عندنا كلنا 20 و30 و40 والدنيا ما فيش فيها يعني، هو في ايه؟ في فرق ضخم. دي يا جماعه نتيجه سياسات هيكليه، معدل التضخم ده نتيجه سياسات هيكليه. ليه؟ انا قلت لحضراتكم المره اللي فاتت انواع التضخم، يا اما ان يكون من جانب الطلب، الناس كتير ومعاها فلوس كتير وبتطلب، يا اما يكون من جانب العرض، التكاليف الانتاج، المصنع بتاع حضرتك انت بتشتري الماده الخام غاليه، القماش غالي، الخيط غالي، مش عارف ايه، والعمال غاليين، فبالتالي المنتج النهائي غالي، ده اسمه من جانب العرض، واما ان يكون مستورد. طب لما حضرتك دوله ناميه وبتستوردي معظم اكلك من بره وبتستوردي معظم احتياجاتك من بره، يبقى متوقعه ايه في التضخم يعني؟ يبقى معدل التضخم هيبقى كام؟ ده انت بتاخد ال 10% بتاع اوروبا ولا بتاع الصين وبتحط عليهم شويتين من عندك كمان، لانك انت الهياكل الاقتصاديه بتاعتك من جوه هي هياكل مشوهه من الاساس.
تمام. فمن ضمن التداعيات الكبيره على الدول الناميه ان معدل التضخم فيها دايما ايه مرتفع. ولذلك كان في الماضي قبل بقى النيو ليبراليه المتوحشه اللي شغاله اللي هي راس ماليه متوحشه اللي شغاله دلوقتي، الحكومات تمام كلها بتتدخل تتحمل عبئا من اعباء هذا التضخم في شكل بقى بطاقات التموين والدعم وحاجات زي كده. كان يقول لك ده سوريا رخيصه جدا ايام اسمه ايه ده تمام، ومصر كانت رخيصه جدا ايام مش عارف مين، وكانت رخيصه لان الحكومه مش معنى ذلك هذا قوه اقتصاديه، وانما كان يعني ان الحكومه تتحمل بدل من المواطن شيئا ما. ده غلط ولا صح؟ ده مش موضوعنا، ده في وجهات نظر كثيره. ولكن لما الشعب يكون اصلا فقير تمام الحكومه ما تتحملش ليه يعني؟ ما تتحمل لها شويتين. وفي وجهات نظر زي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، خد من جيب المواطن. دي وجهه نظر اخرى. عموما احنا بنتكلم في تضخم من احد اهم تداعيات السياسات الافقار على المستوى العالمي هي معدل التضخم المرتفع في الدول ايه؟ معدل التضخم في المرتفع في الدول الناميه. انا جايب اشارات لتوقعات معدل التضخم في الدول المتقدمه كان 6.8 عام 23 في مجموعة الدول الاوروبيه يعني وامريكا، بقى هيبقى في عام 24 ده التوقع بتاعه هيبقى 5.2، ثم سينخفض اكثر من ذلك لحدود 4. تمام. ده فين في بينما بقى في الدول الناميه. انا عايز اقرا لكم الارقام بالظبط زي ما هي مكتوبه، خاصه بقى موضوع روسيا واوكرانيا والحبوب والزيوت والقصص اللي حضراتكم عارفينها ديت، والحرب بقى الامريكيه الصينيه اللي لسه من تحت الترابيزه لغايه دلوقتي، يعني كنا بنضرب من تحت لسه بقى ما طلعوش فوق والدنيا هتتبهدل اكتر من كده، او اي فيروس جديد ولا شويه بق زي ما البق اللي طلع في فرنسا، او اي توترات جيوسياسيه جديده، كل ده من المنطقي ان هي تعلي معدل الايه معدل التضخم بصوره او باخرى. لكن لو جينا نبص في معدلات التضخم في الدول الناميه المتوقعه هنلاقي احنا بنتكلم في مصر وهذه ارقام غير صحيحه بالمره، بنتكلم في حاجه و30%، بنتكلم في تركيا وصلنا 61 الشهر ده اللي فات ده 61%، بعد ما كنا نزلنا للخمسينات وقلنا الحمد لله كنا احنا وصلنا في اسطنبول ل 100% 101% ما قبل الانتخابات بعد الانتخابات بشهر، ثم تراجعنا الى اقل من 50% شهدنا يعني الحمد لله يعني هنعيش اهو، ثم رجعنا تاني ل 61% في اخر تقرير اللي هو نازل من ايام عن نهايه شهر 9 يعني. فده طبيعة لازمة من لوازم الدول النامية في الرأسمالية. السياسات اللي هتطبقها هتجيب تضخم. تمام؟ محدش يقعد بقى ايه يشتكي كتير يعني. طيب، رقم 3 تنامي أعداد الفقراء في العالم، وأعتقد إن احنا هي المشكلة بس احنا بنبص للفقر ازاي يا جماعة؟ يعني هي برضك من أحد الحاجات المهمة. بس نسينا نحط الماك بتاع الشيخ محمد. من أحد الحاجات المهمة احنا هو الفقر. هو في فقر مدقع، وده الفقر زي ما بقول لحضراتكم اللي الناس اللي تحته مفيش ما بياكلوش وما بيشربوش، وده موجود في كل الدول على فكره يعني، دايما تلاقي ايه وكل دوله وقدراتها يعني 1% من السكان 2% من السكان هم موجودين ولكن مش محسوبين في العالم يعني. وفي فقر من انواع اخرى. الامم المتحده تمام بتعرف حاجه لذيذه قوي، بتقول لك الفقر، هم بيكلموا كلام حلو بس بك بالتنفيذ يعني، أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو دمام مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحصار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار. خير الله ما جعله خير، ده كلام أول مرة نسمعه ده بقى، ده كله في الفقر. ده التعريف الشامل للفقر. جوع ماشي، سوء تغذية وماله، انحصار ان تعليم اهو ماشي، الخدمات قليلة متعايشين، اما تمييز اجتماعي واستبعاد من المجتمع وعدم القدرة على المشاركة في اتخاذ القرار، ده تعريفات جديدة. التقديرات الأمم المتحدة بتقول في عام 2015 كان 10% من سكان العالم يعيشون، طبعا زي ما قلت لكم مفيش اي حد يقول التقديرات يعني اي عك كده وخلاص في التقديرات، ولكن كان بيقولوا ان في 734 مليار، وزي ما قلت لحضراتكم الان في ما يقارب فوق المليار نسمة في العالم يعيشون في فقر. المشكلة في الفقر ان اغلب من يصاب به او اغلب من يتأثر به، لان هي الاصحاء يا جماعة يعني قد يكون البالغين يعني سوء التغذية عندهم ما بيظهرش زي الطفل،
يعني اطفال ولذلك هم يركزون في الاحصائيات على الاطفال الذين يعيشون في فقر مدقع اكثر من الكبار. الكبير هيجوع اليومين وهياكل يعني تمام وخلاص، اما الطفل هيتني اجهزته ونموه الصحي متاثر دائما. ولذلك هم في نسبه مهمه قوي في الديموغرافيا، الجماعه بتوع الاحصاء السكاني يقول لك نسبه الاعاله، مين بيشيل مين بيصرف على مين تمام. فنسب الاعاله في الدول العربيه تلاقيها ضخمه جدا، واحد بس بيشيل 50 واحد معاه في الاسره. مع وجود الفقر للفقراء للاطفال، يعني بيقول لك واحد من كل 5 اطفال يعني 20% في الدول الافريقيه يعيشون في فقر مدقع، واحد من كل 5. دول اعاله، دول هيبقوا عاله على المجتمع في بعد 10 سنوات بس، لانه هيبقى بالغ في حدود لو كان عنده 8 سنين فدول له 10، ده لو كان 18 ده سن تمام. ده بخلاف بقى اصايل الفقر والحرمان والحرمان من التعليم وقصص طويله دي كمان، هو صحيا مش هيبقى قادر ان يبقى انسان مفيد للمجتمع من الناحيه الصحيه يعني تمام. طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي كلها ارقام. الحته المهمه هي طب احنا عشان نتخطى موضوع الفقر عايزين نصرف كام يعني حد يقول كده ببساطه، واحنا بنصرف بكام بجد يعني؟ هي بردك عشان نعرف المؤسسات دي مؤسسه، انا اسف في اللفظ، من النصابين يعني، اما يضحكوا علينا وينصبوا من المدلسين، بلاش النصابين دي عشان الكلمه دارجه، خليها من المدلسين تمام. فيقول لحضرتك ايه؟ ان انتشال هؤلاء الفقراء الجدد اللي هم 165 مليون بس جداد بعد كورونا، 165 مليون بس انتشالهم يتكلف سنويا 14 مليار دولار لل 165 مليون اللي هم احنا عندنا مليار و300 الف زي ما اتفقنا، مليار و300 مليون. فحضرتك بقى قسم المليار و300 مليون على 1.5 تقريبا، هتلاقي ان احنا عندنا على الاقل 10 اضعاف هؤلاء. 10 في 14 ما هو العشر هيتكلف 14 مليار في السنه، يبقى احنا عايزين كام؟ 10 في 14 يعني عايزين 140 مليار دولار في السنه، مين يدفعهم بقى؟ طب البنك الدولي بيصرف كام؟ بكتير 5 مليار دولار في السنه، واحنا عايزين كام؟ 140 مليار دولار في السنه، 140 مليار دولار في السنه. البنك الدولي بنفسه حساباته بتقول ان احنا عشان نخفف على الفقراء ازمات الصدمات الاخيره اللي هي كورونا وبعدها روسيا واوكرانيا والكلام ده، عايزين 107 مليار دولار. 107 مليار دولار. طبعا هم بيصرفوا 5 مليار دولار هم في الزلزال يعني، وتركيا دوله مهمه ومحوريه، بعتوا لتركيا 400 مليون دولار، مليون مش مليار، مليون دولار عشان مساعده في الزلزال اللي كان نص تركيا ده. فيعني طبعا انا قلت لحضراتكم توقعات التضخم ما بين الدول الغنيه والدول الفقيره خلاص.